في كل صلاة نقول له كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبعدين يقول له إيه؟ وصية سهلة قوي. وخبرهم، يقول لنا إيه؟ أن الجنة طيبة التربة، لو رميت أي حاجة هتطرح، والله معناها كده يعني، عذبة الماء، المية بتاعتها ما فيش حتة مالحة، كلها هتطرح. وأنها قيعان مستوية، يعني ما فيش حتة نازلة شوية فالحباية مش هتنزل فيها، كلها قيعان. طب غراسها إيه؟ غراس الجنة إيه اللي نعمله؟ تخيل حضرتك حاجة بسيطة قوي، وأن غراسها سبحان الله سبحان والحمد الله لله الحمد ولا لله إله إلا لا الله إله إلا الله والله أكبر. والله أكبر. فوالله ديننا يسر. أرجوكم يا جماعة، الدين مش عسر، لا تعسروا على الناس، هونوا عليهم الأمور، علموهم الصفات الجميلة ديت. فالأخلاق على فكرة بتدخل الجنة أوي يا فندم. وما تفتكرش حضرتك إن صفة العفو سهلة، يعني لا طبعا لازم صعبة جدا، احنا بنشوفها حوالينا، دي من أصعب الحاجات اللي ممكن أي بني آدم يعملها، ده حقيقي. يعني تخيل واحد اتظلم، واحد وتقول له لا اعفي وقول انا عفوت، مش سهله. مش بس سهلة، لا نوصل ليها بايه؟ بالتدرج. احنا مش هدفنا الدنيا، الدنيا طبعا مزرعه امتحان، انت طالب داخل امتحان لحد اخر دقيقه، انا بقى بدخل اللجنه اقعد اشد منهم الكتاب كده، يعني اعتبر الدنيا كده، وبيبقوا فرحانين جدا عماله تذاكر ليه؟ عشان عايزه تحل في الامتحان. الاخره بقى هي النتيجه. فانت الدنيا دي بجد، وشمر واجري واغتنم، اغتنم شهر رمضان، اغتنم الثلاث اربع ايام اللي باقيين دول. الا ان لكم في ايام دهركم لنفحات الا فاغتنموها، ليك ايام كده معينه الجزاء اوسع واكبر واكبر، فشمروا على سواعدكم بقى، ويلا شدوا حيلكم واحنا كمان نشد حيلنا. واهم حاجه في الثلاث ايام دول بدعوكم ليها الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. بتجهز الفطار؟ طبعا لازم اجهز الفطار، لازم، لان مش معنى الصيام اني انا يعني اتغافل عن حقوق زوجي او حقوق بيتي، بالعكس ده ثوابي بيزيد عند الله سبحانه وتعالى. ويعني دائما المرأة تحب تكون متنوعة، يعني شاطرة في الشغل وشاطرة في البيت، ده شيء جميل جدا على فكرة، وبتؤجر عليه والله. أنا طول ما أنا واقفة في المطبخ مش حاسة بالصيام على فكرة، سبحان الله. فبدعو كل زوجة، بس عايزاها تبقى ذكية. التجارة مع الله حلوة قوي، حلوة قوي يا أستاذ خالد، التجارة مع الله، بس اللي يعملها صح. أتاجر إزاي مع الله؟ مش أنت كل يوم هتعملي البيت وكل يوم هتنظفي وكل يوم هتعملي أكل؟ خلي النية إن هي لله، خدي بقى ثواب، خليكي شاطرة، خليكي تاخدي. على فكرة احنا السيدات ممكن ناخد كمان اجر اكتر من الرجال بكثير جدا. وعايزة اقول لها طبعا انا بدعو الرجال ان هو الكلمة الطيبة صدقة، طبطب عليها وافضل لا الصدقة احنا على بنشوف المرأة. خناقات كتير بين الازواج والزوجات قبل الفطار بالذات. لا احنا مش عايزين كده، يعني نضيع صيامنا في النهاية علشان كلام بسيط جدا. لا انا بطلب من الزوجة الصبر على زوجها، ما هو برضه بيخرج وبيشتغل وبيتعب واحنا السكن لتسكنوا اليها، احنا السكن اللي بنطبطب ونحن والحضن الدافي كده. وبطلب من الزوج انت القوام، احنا لما تلاقيها متعصبه شويه برضه، انت ربنا سبحانه وتعالى اعطاك القوامه والصبر على الزوجه، فانت اقوى منها. فيعني هما الاثنين معادله جميله، والزوج والزوجه دول مودة ورحمة. أنا بس نفسي كل زوج وزوجة يعرفوا الحتة دي، مودة ورحمة، والله هي مش حرب ولا أي شيء. وإن إحنا عايزين نخرج إحنا الاثنين من رمضان فايزين، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي إيه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني لازم تاخد الأجر معاهم. وقال لي سيدنا، وقال عن سيدنا إسماعيل إيه؟ وكان يأمر أهله بالصلاة. يبقى إذن إحنا الاثنين عايزين الدنيا والآخرة، دنيا مودة وسكن، والآخرة ناخد أجر عظيم إن شاء الله في يوم القيامة. الإسلام أنصف